كفارة الإفطار. دي بقى محتاجة إيه؟ تركيز شوية أهل الخير والتقوى. رجل أفطر في رمضان بغير الجماع، بغير إيه؟ مريض، فبيفطر عشان ياخد الدواء. مولانا عمل ايه؟ قلنا له افطر عشان انت مريض. تعال يا سيدي بقى، هل حالك يدل على انك مريض وانت عارف نفسك؟ ده كلام ابن حجر الهيتمي في التحفة. انا عارف ان لو صمت هعيا، انا عارف ان عيايا ضد الصيام. بحال المريض ده كلام مين؟ ها؟ ابن حجر في التحفة. لابد من طبيب مسلم ثقة يخبره أن الصوم يمرضه أو مرضه يجعله لا يعني يمنعه من الصيام. ده كلام مين؟ الرمل الصغير في نهاية المحتاج. أهل مصر هيمشوا ورا التحفة ولا ورا النهاية؟ ورا النهاية. مين بيمشي ورا التحفة؟ الشوام وأهل الإيه؟ اليمن والحجاز. لكن احنا يا سيادنا على مذهب الامام الشافعي وعلى ما رجحه ابن الرمل الصغير ان عشان افطر لابد من شهادة طبيب مسلم ثقة عشان عارف طعم الصيام. قال لي ما تصومش ما صومش، قال لي صوم اصوم. فاذا كان المرض ان شاء الله يبرأ صاحبه بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، ليس عليه إخراج الفدية. فإذا عادت إليه صحته يعمل يا مولانا يعيد ما فاته من صيام وإن كان الشهر كاملا. أما من قال له الطبيب أن مرضك لا يبرأ وسوف تظل مريضا إلى أن تموت وهذا المرض يمنع من الصوم، وجب عليه الإفطار ويطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. يطعم عن كل يوم يا سيدنا مسكين، ده في حالة المرض. طيب، ومن وطأ في نهار رمضان عامدا، لأن من وطأ ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء اليوم اللي فطره يعيده زائد الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة مسلمة أو مسلم لم أجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 إيه لكل مسكين مد، والمد هي الحفنة باليد المعتدلة 600 جرام. إذن يا أهل الخير والتقوى، هذه الكفارة على سبيل الترتيب ولا على سبيل الاختيار؟ الترتيب. فإذا وجدت الرقبة وجب عليك تحريرها إذا كنت تملك. لا أملك أو لا توجد إيه الرقبة، أعمل إيه؟ أصوم كم يوم؟ شهرين ورا بعض متتاليين. لو فطرت أقول لك من إيه؟ من الأول. فإذا لم أستطع بشهادة مريض، ها، يطعم كم مسكين؟ 60 يا سيدنا، ها، مسكين. دي عن الشهر كله ولا عن يوم واحد؟ عن يوم واحد. أما من أكل متعمدا أو شرب متعمدا عليه القضاء إيه؟ يوم واحد القضاء فقط. لكن التعمد معصية فعليه أن يستغفر الله. من أكل أولا، صحي الصبح راح واكل رغيفين عيش وعلبة مربى وربع كيلو جبنة رومي وزيتونة عشان الأملاح، فطر ولا ما فطرش؟ متعمد ولا مريض؟ مريض، الله يغفر ويرحم. متعمد نقول له لن تستطيع أن تعوض هذا اليوم وإن صمت الدهر كله، ده من عند مين؟ العذاب. لكن بالنسبة لنا احنا بتوع الظاهر نعمل ايه؟
نقول له استغفر ربنا، ده حق ربنا، وعيد اليوم بيومه، صح ولا غلطان؟ مذاهب أخرى يصوم شهرين، لكن مذهب مولانا الإمام الشافعي أن من أكل متعمدا، أفطر متعمدا بالطعام والشراب، إيه الحكم؟ يستغفر ربنا لأنه ارتكب معصية، ويتوب عشان شروط التوبة تتحقق، ويعيد لنا اليوم بيومه. فطر ولا صايم؟ فطر، ما هو كان اهو كان ربع كيلو جبنه وزيتونه وعلبه مربى، بقى فاطر، راح مجامع زوجته. جامع مين يا مولانا؟ جامع زوجته. هو صايم ولا هو فاطر؟ ما دام جامع زوجته هو فاطر، انا اعمل له ايه؟ ما خلاص، يبقى يصوم شهرين متتاليين متتابعين ولا يلزمه القضاء فقط؟ القضاء فقط، لانه هو ما فطرش بالجماع، فطر بالطعام والشراب. يا سيادنا الكفارة العظمى وهي عتق رقبة، فان لم يجد او لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعام 60 مسكين، ولازم 60 مسكين، انا جبت مسكين وقلت له كل يوم تيجي تفطر عندنا، قال لي حاضر، وقعدت اكله وشربه 60 يوم او شهرين، يبقى في الحالة دي انا اطعمت 60 مسكين؟ لا، انا اطعمت مسكين واحد بس كرمته، كل يوم باكله. لا، انا عاوز 60 يا مولانا مسكين، اروح على اسرة الراجل ومراته ومع 4 عيال، يبقوا كده 1 ولا 6؟ 6، راجل مسكين، زوجته مسكينة، 4 أطفال مساكين، يبقى كده كام يا مولانا؟ 6. خلي بالك يا اخوانا من الحتة دي. إذا من أكل أو شرب وأفطر ثم جامع زوجته خلاص. طيب، على مذهبنا احنا أن المفطر تأدبا لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع زوجته، ويقعد صايم لحد ما المغرب يدن، تشبها بالصائمين، سنة. يعني أنا افطرت، استغفر ربنا، حاضر، عيد اليوم لما رمضان يخلص. طب أنا فاطر الساعة 7 الصبح، أقعد من 7 الصبح لحد 6 المغرب صايم على سبيل الندب والاستحباب. ليه؟ تشبها بمين؟ عشان ما حدش يشوفه بيفطر، يبقى دعاية سيئة لينا. طيب، من جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان، الكفارة العظمى على الرجل ولا على المرأة؟ على الرجل فقط. ليه؟ لأن الراجل أفطر بإدخال الذكر في الفرج، أما المرأة صارت فطرة بمجرد ما دخل أي شيء الرحم. ومن هنا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة، القضاء اليوم اللي فطر والكفارة صيام الشهرين. أما المرأة تستغفر ربنا ويلزمها الايه؟ القضاء فقط. في مسألة يعني نحب نقولها لحضراتكم، رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمد، الساعة كام؟ الساعة 12 ظهرا، ثم مات الساعة 3 عصرا، عشان احاسبه على الكفارة العظمى شهرين، استمرار الأهلية إلى الفطر، استمرار الأهلية إلى الإيه؟ إلى الفطر. فهذا الرجل ارتكب المحرم أذان الظهر ومات أذان الإيه؟ يبقى مات، فقد الأهلية أثناء اليوم اللي احنا بنحاسبه عليه، يبقى في الحالة دي يا سيادنا عليه القضاء فقط. ده مات، يصوم اهله او يطلعوا اطعام مسكين عنه، لكن ليس عليه الكفارة الايه؟ العظمى. رجل بقى صايم يوم الاثنين تقرب الى الله، نفل،
ثم جامع زوجته وهو صائم في هذا النفل، ايه الحكم؟ ليه لا شيء، ما فطر بالجماع اهو، مش فطر بالجماع، حلو، لا شيء عليه. ليه؟ لان عندنا لا قضاء للنوافل، ده ابو حنيفه. فانا صمت يوم الاثنين، جيت على اذان العصر فطرت، ابو حنيفه يلزمك القضاء، لكن عندنا الشافعيه لا يلزمنا قضاء، يعني خلاص اللي فات مات. هنا بقى من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم صيامه باطل، لكن هل عليه كفاره؟ لا. هل عليه قضاء؟ لا. امال الكفاره العظمى فين يا اهل الخير والتقوى؟ الكفاره العظمى في صيام الفرائض فقط. نعم. لو جمع في صيام نذر او في صيام كفاره رمضان بس، رمضان بس، رمضان، رمضان بس. من جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر سفرا يبيح الفطر وهو فاطر، حكمه ايه؟ لا شيء عليه. احنا كده خلصنا لكم بعض هذه الامور، وبقيت الاعذار المبيحة الميم للفطر، ولكن الشيخ هنا ذكر مسألة، من فعل اللواط وهو صائم فالفاعل عليه الكفارة العظمى والقضاء، أما المفعول به فعليه القضاء فقط. ليه؟ لأن الفاعل صاحب اللواط الذي يقوم بالإيلاج فاطر بعملية الإيلاج، عشان كده حطنا له كفارة العظمى. أما المفعول به فطر بإيه؟ فطر بدخول شيء داخل فتحة الشرج. يبقى مثلا الرجل وزوجته، الراجل فاطر بالجماع والزوجة فاطرة بالإدخال، لا قدر الله، الفاعل في اللواط فاطر بالإيلاج، أما المفعول به فهو فاطر بدخول شيء في فتحة الإيه؟ الشرج. قم في الدنيا وحي الأزهرة، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.